بعض الزائرين من الدول العربية انبهروا من جمال روعة هذا المكان وتصميمه، وتحسروا على آثار بلدانهم التي لا تلقى رعاية ولا دعما. جئنا سياح من العراق، من بغداد الحبيبة إلى مدينة إسطنبول العزيزة. وجدنا النظافة، نشكر طبعا بلدية إسطنبول على نظافتها وحسن استقبالها. وكذلك جئنا إلى مدينة ترك، ميناء ترك اللي تدل على حب تركيا وبالأخص إسطنبول لمدينتها العزيزة، من تجسيم لكل معالمها الحضارية القديمة التراثية، لأن التراث جدا مهم لكي الأجيال القادمة لا تنسى تراثها. فهذا دليل وعي، دليل حتى نوع من الثقافة، نوع من التحضر لأبناء مجتمعها. كعراقية وجدت مدينة القدس متمثلة كمجسم، وهذا دليل إسلامية وحب المجتمع الإسطنبولي لبلاد الإسلامية، وهذا دليل كذلك ترابط الدين والوعي الإسلامي من خلال جعل الأجيال القادمة أنهم مسلمين.